مش شرط اللي احنا مش اللي احنا بنتعلم القصص يعني احنا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، لكن بالذات بقى قصص النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته العاطرة عليه الصلاة والسلام دي محتاجة اللي احنا نقف مع كل لفظة ومع كل حدث من أحداث السيرة العاطرة. ومن أعظم الأحداث اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي غزوة ايه؟ غزوة بدر. غزوة بدر يا أستاذة دعاء أول حرب بين المشركين والمسلمين، أول ملاقاة بين المسلمين وبين المشركين بين كفار مكة، أول حرب اللي هو بعد أذن الذين يقاتلون بأنهم إيه؟ ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لكن تعالي نقف بس وقفة كده قبل ما نتكلم في مسألة غزوة بدر. 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم معانا، 13 سنة صلى الله عليه وآله وسلم كان في اضطهاد، 13 سنة صلى الله عليه وسلم أخذ المال وتم الحصار في شعب أبي طالب 3 سنوات، كانوا يأكلون العشب من الجبال وربما لا يجدون هذا العشب، مات من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعذب من عذب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الأولى إلى الحبشة عند ملك لا يظلم عنده أحد كما وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتر، لكن النبي لم ينثني، له عزم عليه الصلاة والسلام، واصل المسير واصل الحركة الدائبة في كل أرجاء مكة لتبليغ دعوة الله رب العالمين، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدى الأمانة، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بيده أن يأخذ بقلوب الناس إليه، لكن ما عليه إلا البلاغ، وإنما القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء، وهذا ما علمنا إياه صلى الله عليه وآله وسلم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء. وصل النبي صلى الله عليه وسلم المسير في الدعوة إلى الله عز وجل، دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطريق وفي الشارع وفي النادي صلى الله عليه وسلم في نوادي مكة، وصعد على الجبل صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقابل القبائل في كل موسم حج ويقول للناس: من يحملني؟ من يبلغني؟ من يأويني؟ فإن قريشا منعتني من أن أبلغ رسالة رب. حتى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجد له مستقرا. هذا المستقر إيه رؤيته يا رسول الله؟ خطتك إيه في المكان ده؟ يكون مكان أولا العدة العسكرية بتاعته قوية جدا، يكون مكان قريب من مكة، الناس باخد بالأسباب، فالناس تحملني والناس تؤويني والناس تنصرني. فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو الطائف، لكن وجد ما وجد صلى الله عليه وسلم من الأذى والعنت من أهل الطائف، وعاد صلى الله عليه وسلم لم ينثني له عزم، لم ينثني له عزم عليه الصلاة والسلام. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أنا كده كفاية عملت اللي علي، ما عملش زي يونس ابن متى، ما قالش اللي هو خلاص بقى وزهق من قومي، لكن يونس قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيد النبي صلى الله عليه وسلم واصل المسير صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينثني له عزم صلى الله عليه وسلم، وعاد إلى أسواق الحجيج يدعو مرة ثانية إلى الله رب العالمين، حتى جاءت بيعة الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم، البيعة الأولى والثانية، ثم أمره الله رب العالمين بالخروج، وخرج النبي مهاجرا من مكة إلى المدينة بعد 13 سنة عانى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. 13 سنة كان يثبت فيها العقيد، 13 سنة كان يثبت فيها التوحيد في قلوب أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حوالي أكثر عدد من الصحابة اللي خرجوا كانوا 120 يا أستاذ دعاء، بس اللي كله كل الصحابة الكرام في 13 سنة. وراح النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ليبني صلى الله عليه وسلم ويؤسس دولة، فكان أول ما بناه المسجد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع هذه المفارقة القلبية العجيبة بين المهاجرين والأنصار، وفي أمور نفسية حلت في قلوب المهاجرين لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم، بل ربما بعض الناس تركوا زوجاتهم. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخفف وطأة هذه الحدة النفسية عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. يبقى دي الحاجة التانية. الحاجة الثالثة إن إحنا قاعدين في مجتمع، ومجتمع لا شك أنه مجتمع قبلي، والمجتمع اللي إحنا عايشين فيه ناس دلوقتي غريبة جاية من مكان إلى مكان، فكان وفي ناس معانا اللي هم أهل ملل أخرى زي مثلا اليهود موجودين معانا في المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل دستور، ف
فكان صحيفة المدينة أو دستور أو وثيقة المدينة المشهورة جدا. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إحنا كنا في مكة يقول لهم النبي صبرا فإني لم أمر بقتال، وما كانش إلا الأرض مهيئة ولا النفسية مهيئة ولا العدد أصلا يكفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يكون جيشا عظيما في مكة. خلاص ما فيش لا الأرض ولا النفسية ولا حتى الأعداد. أنا بقول لك طالع من مكة كلهم 120، أيوة. مفيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راح وحصل بقى البيعة مع الأنصار وخلاص واستقر في المدينة صلى الله عليه وآله وسلم، ما سكتش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان بيعمل حاجتين اتنين: عدة معنوية وعدة مادية. عدة المعنوية اللي هو كما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم، اللي هو بيهيئهم نفسيا بقى، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ويبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: ألا إن القوة في الرمش، ألا إن القوة في الرمل. ويبدأ النبي يعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم، يحثهم على ذلك. طب دي يا رسول الله من الناحية النفسية، طب والناحية المادية بقى تعمل إيه؟ فكان الأول كنا بنعتمد على أساليب الكر والفر، صح؟ اللي هو ما فيش جيش، اللي هو كل واحد يضرب حاجة ويجري بس، كر وفر. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم صلى الله، بيبني جيش بقى، بيبني جيش بقى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: لأن الدولة أنا بنيت دولة، والدولة لا تحمى إلا بجيش. إلا بجيش، فلا بد أن يبني جيشا قويا صلى الله عليه وآله وسلم يحافظ به على دولته. فيبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم أساليب القتال صلى الله عليه وآله وسلم، وانتقلت من الكر والفر إلى خطط بقى. مش بقى خطط بقى، شوفي عندي سورة كاملة اللي هي سورة الصف. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله إيه؟ صف، كأنهم بنيان مرصوص. هنا بقى قضية بقى جيش نظام، مش كر وفر بس وخلاص. يبقى هنا حصل الإعداد ده اللي هو على تهيئة نفسية وتهيئة إيه؟ مادية. خلاص احنا بنكون بقى دلوقتي. واستنفر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع، الجميع حتى بما فيهم الصغار صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص لان احنا لسه في بناء دولة، محتاجين نكون دولة قوية. ونيجي سنة 8 رمضان سنة 2 هجرية، يعرف سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان في قافلة جاية من الشام على رأسها داهية العرب ابو سفيان، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ده حقنا، خدوا فلوسنا وخدوا أموالنا واستولوا على ديارنا، فلابد أن نسترد جزءا من أموالنا وعلى الأقل من كرامتنا. فخرج النبي بعد 8 ليالي خلونا من رمضان، يعني يوم 9 رمضان، ومشي النبي. بس كانت في معاناة، لسه المعاناة، لأن احنا في البداية بنبني، محتاجين يا جماعة، محتاجين حد كله بقى يساعد. كان فيه معاناة شديدة. طب المعاناة تتمثل في إيه؟ إحنا هنروح نقابلهم فين؟ فيختار النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من المتوقع أنهم يمشوا عند قليب بدر. طب بدر دي ما بينها وبين المدينة قد إيه؟ 160 كيلو. فيخرج النبي 160 كيلو فيستنفر الناس. طب هو قتال؟ لا مش قتال، إحنا بس رايحين ناخد البتاع ده ونمشي. القافلة موجودة، وكان معاها يا أستاذة دعاء حوالي من 30 إلى 40 مقاتل، قافلة بتاع أبو سفيان. عرف النبي بقى وبدأ إيه يشوف الأخبار صلى الله عليه وسلم. مش النبي، وعشان أقول لك المعاناة، بقى كل ثلاثة يتناوبوا بعير، مش كل واحد معاه دبة، لا ثلاثة. فكان سيدنا النبي وسيدنا أبو لبابة وسيدنا علي بيبدلوا، لدرجة سيدنا أبو لبابة وسيدنا علي الاثنين ينزلوا يقولوا النبي: لا إحنا بنؤثرك يا رسول، يعني فالنبي يقول لهم: أنت لستما بأقوى مني ولا أنا بأقوى منكما، لا إحنا إيه، كلنا زي بعض، كلنا زي بعض. شوفي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروح هناك. لكن أبو سفيان دهية، أبو سفيان برضو رجل تاجر ورجل علمته الحياة من الخبرات ما علمت، ومع ذلك أبو سفيان يعمل يولي بدأ يشوف كده، لا في حاجة غريبة. إيه يا جماعة؟ بدأ يتجسس الأخبار، وهو كمان يبعت رسل لي، وهو نفسه يبدأ يتحسس الأخبار. فراح فلقى في مكان كده البحر بتاع الإبل، فقال: إيه ده؟ وأقرب مكان مين؟ لا ده المدينة، المدينة، ده المسلمين بيجهزوا حاجة. فتحول، مش من نفس المكان، هو كان يمشي من المكان ده. فقال: لا احنا ناخد خطة تانية، مكان تاني آخر، عشان نبعد ايه، نروح على من ساحل البحر. دي واحدة. اتنين، تعمل ايه؟
بعت على طول رسول بسرعة إلى قريش. محمد وأصحابه خارجين وتعالوا الحقونا وبتاع، العنترة بقى الكذابة بتاع قريش، ويلا وإحنا هوبا، والمغنيين والمغنيات والدفوف طالعين، وهند تستنفر الناس وكله طالعين، بقى ده إحنا بألف مقاتل ومئتي فارس، وكله خرج. أبو سفيان لما شاف الكلام قال لهم إحنا الحمد لله نجونا وبتاع، ويرجع قال لا والله لابد من الإيه، لابد من اللقاء. طب والمسلمين؟ المسلمين النبي لم يستنفرهم لقتال صلى الله عليه وآله وسلم، بل بالعكس الناس لما قالوا يعني عشان قافلة، هي مش قتال يعني، وهم بقى نفسهم نفسهم يأكلوا دول بقى خلاص. فخف من خف وثقل من ثقل، واللي طلع طلع، واللي قعد قعد، والنبي إيه ما لم يعزم عليهم صلى الله عليه وسلم، ما عزمش عليهم إن هم قتال. وفي نقطة احنا هنكمل تاني ان شاء الله في حلقة تانية بدر بكرة ان شاء الله، بس انا لسه عند النقطة دي ومحتاج ان انا اتوقف. طب احنا قبل احنا نتوقف عشان معنا تليفون. طيب من اول الحلقة وبعد كده نرجع نكمل. ام عبد الله اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا حبيبتي. الله يكرمك. من فضلك كنت عايزة اسأل، في واحدة اعتادت طول الوقت ان هي تخرج جزء من زكاتها المال بتاعتها شنط رمضان. تمام تمام، فطبعا هو زكاة المال المفروض تخرج